بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بقول مبروك طبعا للنادي الاهلي، هارد لك نادي المقاولين. شوف ان احنا قدمنا مباراه كويسه دفاعيا، 77 دقيقه تقريبا او 78 دقيقه بتشتغل كويس، قفلنا مساحات كويس، ولكن في الاخر وانت بتلعب النادي الاهلي ما ينفعش ان انت تعمل اخطاء. يعني ففي الوقت اللي عملنا فيه خطا دخل فينا جول، يعني خلاص بعد الجول حسينا ان الامور اتصعبت شويه، حتى حاولنا من خلال التغييرات ان احنا نرجع للمباراه تاني، لكن الامور اشوف ان هي اتصعبت. يعني حظنا مش كويس ان انت بتلعب النادي الاهلي في ظروف زي كده، فرقه كامله المجموعه كلها موجوده، الدوافع موجوده في الدوري، بيستعد كويس لماتش افريقيا، لكن احنا بالنسبه بنقارن ما بين المباراه النهارده وادائنا والمباريات اللي فاتت، لا ادائنا النهارده الحمد لله كان في تحسن واشتغلنا عكس اكيد تفكير النادي الاهلي في المباراه. الدور الاول احنا اشتغلنا، كنا بنعمل ضغط عالي، كنا بنلعب اكتر على لعيبه نص الملعب، عملنا هجمات مرتده قدرنا ان احنا نجيب منها اجوان في ماتش الدور الاول. النهارده احنا نزلنا اكتر تحت الكوره، وده لحالتنا احنا، حاله في الفتره الاخيره طبعا كل الناس شايفه ادائنا، رغم ان احنا اتحسننا كتير في الدور الثاني. لكن مباراه كبيره وانت بتلعب النادي الاهلي زي ما قلت لك في ظروف صعبه زي كده، فيها النادي الاهلي بكامل قوته بادائه بالحماس اللي هو عليه، كان الامور صعبه، حاولنا لكن في الاخر نقول ان احنا ما نجحناش ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه. في اسئله؟ هل كابتن احمد من داخل المباراه دي بص على نقطه تعادل شوط غير ان احنا ما شفناش هجمات اي هجمات مؤثره او واعده للنادي المقاولين في المباراه، برغم ان بعد ما الاهلي حتى جاب الجول كان في برضه في قصور هجومي شويه عند النادي المقاولين؟ لا، انت بتحط دايما سيناريوهات للمباراه، يعني فانت ماشي زي ما قلت لك 78 دقيقه، انت ماشي كويس ومستني اكتر كل ما الوقت بيعدي، ولو كانت المباراه دخولك للدقيقه 80 وبعد 80 اكيد هتلاقي مساحات اكتر وتلاقي هجمات مرتده، لكن الجون اثر على اللعيبه بشكل كبير جدا. طبعا اتفضل. احمد عصام من السابع، انا يعني اتاسف بس في حاجه كانت الجماهير بتقولها قبل الماتش، كانت بتتهم كابتن عماد النحاس ان هو ممكن يفوت المباراه النهارده، رغم احنا طبعا عارفين ان حضرتك يعني راجل محترم بتعمل شغلك، لكن تعليقك ايه على الكلام اللي كان بيتقال قبل الماتش؟ هقول لك ايه، لا تعليق يعني كومنت، لا تعليق. الناس اللي عايزه تتكلم تتكلم، يعني احنا ولا اهلاوي ولا زملكاوي، مش هدافع عن نفسي بس، لكن عن اي مدرب اهلاوي اي مدرب زملكاوي، كل مهنه وليها شرف المهنه، فمش معنى ان انت اهلاوي تلعب قدام الزمالك بشكل وتلعب قدام الاهلي بشكل والعكس، طبعا مدرب زملكاوي تلعب قدام الاهلي بشكل قدام الزمالك بشكل، الكلام ده مش موجود، ولكن هي نوع من انواع شويه الخرافات، يعني الناس بتطلع الكذبه وتصدقها، يعني بس مش اكتر من هي كذبه، حد طلع كذبه كده هو صدق كده، لكن ولا بشكك في مدرب اهلاوي ولا حتى مدرب زملكاوي. شكرا 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 يا شباب. الكابتن عماد النحاس كان واقعي جدا وعقلاني في كلامه بعد المباراه، يمكن هو قال ان يعني